السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة مع WSO2 API Manager راح نشوف كيف ممكن نسوي كرييت لـ API بطريقة جدا بسيطة وسهلة بدون ما يكون عندنا حتى باك اند او اي خلينا نقول نوع من انواع الباك اند داتابيس او اي شيء اخر. اليوم راح نستخدم خلينا نقول يعني كلاود سيرفيس اللي بتعطينا موك اي بي اي بحيث يعني نسوي تيست للاي بي اي تبعنا بطريقه جدا سهله. قبل ما نسوي كرييت لاي بي اي بدنا نشوف الاي بي اي لايف سايكل. اي اي بي اي تقريبا الى لايف سايكل بتشبه هذا اللي في الشكل اللي امامنا. اول شيء لنسوي اي بي اي لازم نسوي كرييت لاي بي اي، وقبل ما هاي الاي بي اي تصير افيلبل للكونسيومرز بغض النظر عن نوع الكونسيومرز لازم نسويها سكيور بغض النظر عن طريقه الامبلمنتيشن تبع السكيورتي كنترولز. هل هي او اوث بيزك اي بي اي بيزك اوثنتيكيشن اي بي اي كي وايت ليست اي بي اي بيز ريجاردليس بغض النظر عن النوع السكيورتي اللي راح نطبقه على الاي بي اي لازم تكون سكيور سواء هي انترنال اي بي اي ولا اكسترنال اي بي اي. وقبل ابدا ما نرسلها للكونسيومر لازم نسوي لها دوكيمنت، يعني لازم الكونسيومر لما يشوف الاي بي اي تبعنا لازم يعرف هاي الاي بي اي كيف تشتغل وايش الهدف منها وايش انواع ايش الانبوت ايش البزنس رولز اللي مرتبطه بالانبوت وايش الاوتبوت الاكسبكتد من هاي الاي بي اي. يعني مثلا لنفترض هاي الاي بي اي بترجع اكسبشنز، هل بترجع بزنس اكسبشن؟ طب هاي البزنس بزنس ايرورز ايش الكود تبع الايرورز اللي فيها وكل كود ايش بيعني وايش الاكسبكتد بيهافير بعد هذا الكود الى اخره. بعدنا نسوي الدوكيومنتيشن بنسوي لها تيست في الساند بوكس انفايرمنت، وبعدها بنسوي لها ببلش مع اعطائها فيرجن. وممكن في WSO2 اي بي اي مانجر نسوي تقريبا اب تو 5 فيرجنز لكل اي بي اي. انواع الاي بي اي اللي بشكل عام متوفره في WSO2 اي بي اي مانجر هي ريست اي بي اي وسوب اي بي اي وجراف كيو ال وستريمينج اي بي اي. نحن راح نتطرق لكل وحده على حده، لكن الى ان نصير فاميليار مع WSO2 API Manager ونعرف كيف نتحرك فيه وإيش الفيتشرز العامة راح ناخذ أسهل وحدة اللي هي REST API. طيب في environment أو في موقع اسمه موكي، ما بعرف إذا حدا بيعرفه. هذا موكي جدا جميل، بيعطيك إمكانية تسوي موك للداتابيسز للاي بي ايز تبعك بطريقه جدا سهله. انا مسوي اي بي اي وحده، هاي الاي بي اي ما بتاخذ باراميترز وبترجع هلو وورد فقط من باب التستينج، وما بترجع هيدر، ما في اي سبيشال هيدر فيها. طبعا في هيدرز ترجع من موكي دوت او اي او، لكن الان الهدف نحن نشوف كيف بدنا نستخدم. لو انا عندي اي بي اي، لو عندي بالباك اند ريست اي بي اي، كيف انا ممكن استخدمها في اي بي اي مانجر. بعد ما نشغل اي بي اي مانجر بيطلع لنا في الهوم بيج هذا الشكل. في حال كان عندنا اي بي ايز ما بيطلع لنا هذا الشكل، بيطلع لنا ليست اوف اي بي ايز وبيطلع لنا بوتن عشان نسوي كرييت. لما نسوي ريست اي بي اي في عندنا امكانيه انه نسوي اي بي اي فروم سكراتش او نسوي امبورت لاوبن اي بي اي من سواجر او او اي اس 3 ستاندرد، او في عنده امكانيه WSO2 اي بي اي مانجر انه يسوي ديبلوي لسامبل اي بي اي. خلونا نشوف الان كيف ممكن نستوي اي بي اي فروم سكراتش. اول شيء لازم نعطيه الاسم، بعد الكونتكست. الكونتكست بهذا الشكل اللي هو خلينا نقول نحن عاده بنسميه اند بوينت تقريبا الكونتكست، ولكن خلينا نستخدم التيرمز تبع WSO2 API Manager ونسميها context. الفيرجن نحن راح نبدا بفيرجن، طبعا هذا الفيرجن هو الفيرجن اللي بيحدده الديفلوبر غير الفيرجن اللي generated by API Manager. ولكن الان هذا الفيرجن لاحظوا شلون بيصير الكونتكست، هلو سلاش 1 هذا بيكون ايش؟ الكونتكست او الاند بوينت بشكل كامل. طب الاند بوينت اللي نحن نسوي له كول هي اللي اخذناها من موكي، تمام؟ هاي الاند بوينت. طيب هذا البتن ايش هاد؟ لو ضغطنا عليه بيقولنا انه هاي الاند بوينت افيلبل وبترجع 200، فهذا شيء جيد عشان نسوي تيست
ولو سريع للاي بي اي للاند بوينت اللي نحن عم نستخدمه، علما ما في يعني ما في ضروره، ما هو شيء ماست لازم نسويه. هلا بامكاننا نسوي كرييت وبعدين او نسوي كرييت اند ببلش. كرييت لسه نت افيلبل للكونسيومرز وما بتطلع في الديفلوبر بورتال، كرييت اند ببلش جاهزه انه تستخدم من قبل الكونسيومرز وباي ديفولت بتكون سكيورد باي او اوث 2 بروتوكول. كرييت اند ببلش، لاحظوا بهاي الطريقه صار عندنا اي بي اي جاهزه تو بي كونسيومد باي اي كونسيومر من خلال الديفلوبر بورتال بعد ما يسوي سبسكريبشن. طبعا بعد ما يسوي ببلش بيعطينا بعض الانفورميشن عندنا، لاحظوا في عندنا ديسكريبشن، في عندنا بروفايدر، طبعا البروفايدر اللي هو انا الاند يوزر او الشخص اللي سوى كرييت للاي بي اي، الكونتكست مثل ما شفنا والفيرجن 1 واتش تي تي بي كرييتد داي تايم الى اخره، بعض التفاصيل اللي بتفيدنا في 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 التعرف على الاي بي اي سوينا كرييت. ايش الريسورسز الافيلبل مع هاي الاند بوينت؟ جيت تو بوت وبوست وديليت وباتش، طبعا في تفاصيل اخرى بنشوفها لاحقا. طبعا هاي الهوم بيج، هاي البيج هي الهوم بيج تبع او خلينا نقول الداشبورد تبع الاي بي اي. لاحظوا كل هاي الكونفيجريشن اللي شايفينها امامنا هي كونفيجريشن ريليتد لمن للاي بي اي هاي. طب كيف بدنا نشوف ليست اوف اي بي ايز؟ هاي ليست الاي بي ايز اللي نحن سوينا لها كرييت. طبعا هاي قبل شوي طلع لنا اربع ايكون فيها كل وحده كرييت، اذا بنسوي كرييت اي بي اي بنشوفها من هون. لو رجعنا دخلنا هون بنشوف هاي الاي بي اي. طب خلينا نسوي له تراي، باعتبار هو بروتكتد باي او اوث فهو بيسوي له انترنال كي، وبامكاننا نحن نجربها بهي الطريقه. لاحظوا هذا هو الاند بوينت اللي جنريتد باي الاي بي اي مانجر، هو اتش تي تي بي اس ولوكال هوست وهذا البورد، والريسبونس بادي اللي هو هالو وورد. طبعا هذول الهيدرز اللي جايين من ووكي، نحن ما سوينا اي كستمايزيشن على الهيدر. هذا بشكل كثير سريع كيف بامكاننا نحن نسوي اي بي اي باستخدام دبليو اس او 2 اي بي اي مانجر لاند بوينت افيلبل معنا. راح نشوف في الحلقات القادمه كيف بامكاننا نسوي مور كستمايزيشن وكيف ممكن نسوي كرييت لاي بي اي باستخدام ستاندر مختلفه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.